يعتبر برنامج تقييم إحدى المبادرات التي تعنى بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. هذا البرنامج قد انبثقت منه لجنة تقييم لمراكز الخدمات الحكومية، والتي أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتشكيلها. في هذا السياق أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الجهات الحكومية، رئيس لجنة برنامج تقييم، أن حصول الجهات الحكومية على تصنيف الفئة الذهبية يأتي ليؤكد حرص الجهات الحكومية على تطبيق المفاهيم الحديثة في العمل الحكومي. لم تكتف الحكومة بتقديم خدماتها فحسب، لكنها بذلت قصارى جهدها في أن تحظى هذه الخدمات برضا المواطنين والمقيمين. فالحكومة تبلت رؤية واضحة ساهمت في إحداث تحول رئيس في الثقافة السائدة بالقطاع العام. مفاد هذه الرؤية هو تقييم الخدمة الحكومية بعد تقديمها بهدف دعم الإبداع والتفوق، بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية الخدمات ومراكز تقديم الخدمات الحكومية. حيث جاء قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق مركزي للتقييم لتسريع تطبيق المفاهيم الحديثة في العمل الحكومي. برنامج عمل الحكومة ركز في عدة محاور على تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات تقديمها للمواطنين لرفع ثقة المتعامل ورضا عن الخدمات الحكومية الموجودة. وأيضا من ضمن المحاور الموجودة فيه والمبادرات قياس رضا المتعاملين. فمن خلال برنامج تقييم نحاول نحن نغطي هذه المحاور وعدد من المحاور الأخرى موجودة في البرنامج. الهدف أنه يعني الخدمة تكون بسيطة وسهلة إلكترونيا أو من خلال القنوات الإلكترونية الموجودة. من خلال هذه البرنامج نعرف أن الدليل فيه تقريبا 92 معيار، المركز الذهبي لابد أنه يحصل على 86 معيار من 92، عدد كبير من المعايير وتفصيلية. واليوم وبعد اجتياز الجهات الحكومية لمراحل التقييم وتحقيق المعايير الدولية المعتمدة ضمن برنامج تقييم، حصلت هذه الجهات على التصنيف الفئة الذهبية تتويجا لجهودها وجديتها في تطوير هذه الخدمات. من أول يوم استلمنا اللي هو الدليل الإشعاري للتقييم اشتغلنا فيه في خلال تقريبا، حاولنا في خلال شهر واحد ان نجهز الامور اللي كانت المفروض ان تكون موجوده في التقييم، واحنا ولله الحمد اغلب الامور كانت متوفره لنا كمركز خدمات. ففي كان بعض النواقص ولله الحمد اشتغلنا في خلال شهر ان احنا كنا نوفرها. احنا طبعا هذه الجائزه بحد ذاتها نعتبرها وسام، خصوصا ان هي جايه من اعلى المستويات صاحب السمو الملكي الامين سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب الاول رئيس مجلس الوزراء. وطبعا واضعين في اعتبارنا ان ان شاء الله يعني سنويا نحاول ان نحصل عليها. تجربتنا مع هذا البرنامج كانت تجربه جدا مميزه، طبعا في بعض الامور اللي كنا دائما نحاول نطورها ودائما نشتغل عليها على اساس ان ننهض بخدمه افضل للعملاء. في بعض الامور اللي تعلمناها واستفدنا منها، وهذه انعكاس مباشر على رضا العملاء من خلال تقييمهم المستمر حق أداء المركز وأداء الخدمة. احنا شكلنا فريق عمل على أساس نلبي جميع الاشتراطات اللي هو 92 شرط ومعيار، ولبينا تقريبا جميع المتطلبات، وحرصنا ان هذه المتطلبات اللي لبيناها في هذه السنة ونلنا من خلال هذه الجائزة نستمر ونطورها في نفس الوقت، نطورها ونخدم جميع المستثمرين في مملكة البحرين. تجربة فريدة يعني، بحيث أن نشوف أحد مراكز الألة هو مراكز الخدمة الحكومية تقيم من جهة حكومية نفسها، يعني نموذج يحتذى به. تحدي كبير بالنسبة لنا بحيث أن نحافظ على هذا المستوى من الخدمة وتطوير الخدمة إلى الأفضل، تقديم خدمات إلى العملاء بشكل يعني غير تقليدي، بشكل إبداعي أكثر. يعني هو تحدي كبير بالنسبة إلى الموظفين في مركز الخدمة. كاميرا مركز الأخبار رصدت آراء الجمهور الذين أكدوا بأن الخدمات الحكومية الإلكترونية أحدثت فارقا كبيرا في اختصار جهدهم ووقتهم في الحصول على الخدمات. الخدمات الإلكترونية يعني جربتها هنا، جربتها في هيئة تنظيم سوق العمل، جربتها في الهجرة والجوازات، الصج سهلت حياة الناس
سهلت حياة الناس. الأول كنا نتعب نروح ونرد، الحين ما يحتاج يعني، بس كل شيء إلكتروني يعني كل شيء سهل. قليل إذا بتحضر حق شغلة بس بسيطة لكن يحلونها بسهولة يعني. ما شاء الله خدمات إلكترونية وفرت علينا وقت كثير وساعدتنا وحطتنا حتى الإمكانية نعرف البريكوزيت حق كل شيء قبل ما نوصل. الناس ما تشوفين هني وصلنا ما شاء الله بسرعة معينة سريعة جدا. كل البرامج اللي حين قاعد يصير في دولتنا الحبيبة كلها عن طريق الحكومة الإلكترونية، من جوازات، من تمكين، من وزارة التجارة، من يعني كلها عن طريق، وهي جدا ممتاز يعني أريح لنا يعني. الخدمات الإلكترونية اللي قد بدأت تقديمها من سنوات الحكومة طبعا تطورت وصارت تسهل علينا، وكل يوم نشوف أنه في تطور أكثر والوقت قاعد يتخلص من إلى يمكن الربع، فالحمد لله كل شيء على ما يرام. اليوم الرؤية التي تحدث عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في التحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية، أصبحت ثقافة متداولة في القطاع الحكومي، فالجهات الحكومية دخلت مضمار التنافس الحقيقي من أجل تقديم الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.